قال ومحذرا لما قال استجيبوا يعني أسرع وأقبل ولا تتأخر ولا تجحل ولا تنكر. حذرا استجيبوا لله ولرسول الله لعلكم يحييكم. قال واعلموا الحق لما يقول واعلموا معناه تنبيه، معناه لازم تعرف لازم تنتبه، فسيعلمك ويخبرك عن أمرهم، مو كلام يعني مثل ما أقول فضول، لا أمرها. واعلموا هذا نعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. إيش معنى هالآية ورثتك؟ إيش معنى هذا الأمر استجيبوا؟ قال واعلموا أن الله يحول إيه؟ قال يعني استجب يا إنسان لدعوة رسول الله وعجل وهكذا وعرض قلبك لما جاء به حتى يصل منه روح القرآن إليك فيحيا قلبك وتحيا روحك. ولا تنكر ولا تمهل ولا تجحل ولا تستهزئ ولا تقول هي خرافات ولا ضلالات ولا أباطيل ولا أنه كذا وكذا، لا، وإنما تعقل مفهام جاء يدعوك لأمر معقول ومقبول لا تتلكى ولا تنكر ولا تجحد الأمر معقول لعلكم تعقلون. إنا أنزلنا القرآن العربي لعلكم تعقلون، أنتوا على العقل. أما تقول لها هيك رسم خرافات أضالين أباطيل أساطير الأولين إلى آخر كذب، لا لا يتجد كانت أن يا إنسان متفهم. قال لا لا لا، قل له ايه كملة، لا لا ايه مثلا، قال لا كذا، لا 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 عم بيجحد جحود 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 وإنكار إنكار وصار إنكار إنكار. قل له بعد يا إنسان بعد إذا أعرضت أعرضت صلت أعرضت صلت أعرضت وإذا الله يحول بينك وبين قلبك بيجي عليك يوم وإذا القلب خرج عن الطواعير، قلبك ما عاد أن يشرب هالشيء وطبع الكفر عليه لك الله العالم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أي فيعاقبه فيحجب قلبه عن وصول الإيمان إليه وروح القرآن إذا بقي مصرا على العناد، كما قال بل طبع الله عليها إيه بكفرهم فلما زاغوا أي استمروا على الزيت أذاع الله قلوبهم. فإذا بيجي بعد نسأل الله العافية تجي الحيلولة. إذا لا يا إنسان